بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم اليوم درس في مكون الشكل، حصة التصحيح، الوحدة السابعة، الأسبوع الثالث. عنوان النص: حب الاستطلاع. الأهداف: أن يصحح المتعلم الأنشطة ويعمل على تعرف أخطائه ويعمل على تجاوزها. نص الشكل: حب الاستطلاع. الآن النص مشكول: كانت أمي لا تبدي إعجابا بشيء غير سنابل الحنطة حينما ينضج النور والهواء حبوبها وأوراقها، وتحفل بكل شيء في الطبيعة إلا البحث عن السر الذي يجعل السنابل تشق البراعم لتنمو وتشتد. وكنت أنا عكس أمي، أغفل المظاهر والأشياء جميعها غير العلة والسبب. تتراكم الأسئلة في ذهني: كيف تتفتح أكمام الزهور؟ كيف يتم انبثاق العشب من التربة فينمو ويتفرع؟ ما هو سر الاخضرار الذي يكسو سوق الزرع وأوراق الشجر وقشر الثمار؟ لم أنقطع عن مراقبة الظواهر والأشياء بعين الاستطلاع والاستفسار. أقلب النظر في الضوء الذي تمتصه النباتات، وفي الماء الذي يرويها وهو ينزل من السماء خفيف الوقع رقيق الأسلاك، يحمل في كل قطرة لقاح الحياة، والهواء الذي تستنشقه التربة، محاولا أن أعرف سر الخضرة في الأخضر والنعومة في الناعم، ومصدر الحركة وسر الكون والتحول في الأشياء. أقرأ وأفهم. السؤال الأول: بماذا كانت تحفل الأم؟ كانت تحفل الأم بشيء في الطبيعة إلا البحث عن السر الذي يجعل السنابل تشق البراعم لتنمو وتشتد. بماذا كان يهتم الكاتب؟ كان عكس أمه، يغفل المظاهر والأشياء جميعها غير العلة والسبب. ثالثا: اذكر بعض الأسئلة التي كانت تتراكم في ذهن الكاتب. السؤال الأول: كيف تتفتح أكمام الزهور؟ كيف يتم انبثاق العشب من التربة فينمو ويتفرع؟ ما هو سر الاختبار الذي يكسو سوق الزرع وأوراق الشجر وقشر الثمار؟ أجيب. السؤال الأول: ما مرادف ينضج؟ مرادفها يطيب. نقول طاب الزرع يعني ناضج، أو طابت الفاكهة ناضجت. تحفل يعني تبالي أو تهتم. تشتد معناها تقوى أو تتقوى. أن ركب كل كلمة مما يلي في جملة مفيدة: أغفل العلة، انبثاق. هنا مجموعة من الأمثلة فقط للاستئناس. أغفل التلميذ دروسه يعني أهملها. يبحث العلماء عن العلة التي أدت إلى انتشار الوباء، يعني العلة معناها هنا هو السبب. شاهدت انبثاق شعاع الضوء من النافذة. إذن الآن ننتقل إلى السؤال الثالث: ابحث في النص عن ضد ينكمش، ضدها يتفرع أو ينمو. الموت ضدها الحياة. تستنثر ضدها تستنشق. الخشونة ضد النعومة. الآن نحدد السؤال الرابع: حدد مما يأتي العبارة التي تنسجم مع معنى السوق التي ذكرت في النص. إذا لدينا أربع عبارات. العبارة الأولى: استشهد الجندي في سوق القتال. سوق النباتات ما بين جذورها وفروعها. وزرت سوق السلع. وسوق الحيوانات ما بين ركبها وأقدامها. الجواب الصحيح هو سوق النباتات بين جذورها وفروعها. إذن هذه هي العبارة التي تنسجم مع معنى السوق التي ذكرت في النص. ما مفرد ظواهر أكمام
ثمار أسلاك الأشياء. فكلمة ظواهر مفردها ظاهرة، أكمام مفردها كم، ثمار ثمرة، أسلاك مفردها سلك، الأشياء مفردها الشيء. الآن اكتب ما له صلة بالظهور والتربة في هذا الجدول. اكتب ما له صلة بالظهور وبالتربة. إذا لدينا المثال هنا، الحقل الدلالي لكلمة سنابل. سنابل، تبن، طاحين، طاحونة، غربال، خبز، زرع إلى غير ذلك. الآن ننتقل إلى الحقل الدلالي لكلمة زهور. نجد أوراق، مزهرية، سادات، ياسمين، تويج، أقحوان، ساق، بتلات، مدقة، كأس. الآن الحقل الدلالي للتربة، فلاحة، غرس، حرث، دبال، نفادية، سماد، رمل، حصى، طين، ديدان إلى غير ذلك. هناك كلمات أخرى يمكنكم إضافتها. الآن كيف ينزل الماء من السماء؟ ينزل الماء من السماء خفيف الوقع رقيق الأسلاك، يحمل في كل قطرة لقاح الحياة. الجواب موجود في النص. ثامنا، بماذا شبه الكاتب نزول المطر؟ شبه الكاتب نزول المطر بلقاح الحياة. تاسعا، عبر مستعملا كانت لا غير حينما. إذا هذه الجملة للاستئناس فقط، كانت أمي لا تهتم بشيء غير إعداد المأكولات الشهية حينما يحضر الضيوف. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس. شكرا على حسن تتبعكم.